ضربة خلفية جميلة. عالمية. تفوز عليها 4-0. يعني مش بتعمل البرتغالي رقم 27 عالميا يصعب فيها المفاجأة بقى. المقامات محفوظة شوية محفوظة شوية. لعبوا الصين الأثر التاريخي اللي عندهم في بلادهم. كل في الكرة الأرضية ثقب والجدار الفني للاعب الصين لم يثقب حتى الآن إلا إذا اخترق أحد الأوروبيين كده. اللي الوحيد اللي خد ميدالية في أولمبياد لندن 2012 اليوم النهائي هو ده يمكن أقرب الأوراق الأوروبية لاختراق ماركوس فيتس الأعصر. فبيصبح اللاعب الأعصر جميزة كبيرة في مباراة الزوجي. آدي يسقط الله الضربة الأمان فبيوقف يتفرج عليها. شوفوا الكلام من نفس النقطة عملها في اتجاهين مختلفين. لونج امال يعني ايه بطل؟ امال يعني ايه مختلفين؟ بصوا من نفس المكان هتجيله. بصوا هيحطها الناحية التانية خالص. فريتاس على الارسال بداية الشوط الثاني بعد ما كسب بالونج نفسه. يعني الموضوع مش صعب وموضوع عادي ومألوف في تنس الطاولة. مألوف لانه احيانا حتى بيبقى مدرب. وفي تنس طاولة الطاولات بتلعب في وقت واحد الماتشات. فزي ما عمل كده شو المدرب الصيني راح للراجل اللي الله على 27 عالميا. عيلة شوية بيطفي على اللي جنبه وبيحرق اللي جنبه. يضرب دايما على جسم اللاعب الضربة بعدها بشويتين. يعني اللي هو بيخلص على اللعيب. بص شوف ايده اتزنقت في جسمه ازاي. ما هو اللاعب عشان يلعب الكرة يا جماعة بيتحرك بحرية لقدام لورا في اتجاهاتها اللي يقدر يحرك. تبقى ايديه بعيدة عن جسمه. عنده امكانيات بيستثمرها مالونج. كيف احجم امكانيات المنافس؟ ما خلوش يطلع لعب. مالونج على الارسال. عمل معاه وقدرات اداله بقى مرتاحة ايديه. هي مرتاحة خالص بيضرب وده بيضرب وده بيضرب. اتساوت الروس في الضرب. خلاص الاوروبي هو عمل واحدة كمان يضرب له على جسمه. مش اديها له تاني بعيدة برضه. 11-7 ينهي نفس النتيجة يثبتها مالونج. امر عادي جدا مش مستغرب ان اللاعب يقوم بدور الكوتش. على الشوط الثالث على الارسال بصحبة مالونج. الارسال ماركوس فريتس البرتغال. هجوم عنيف من ماركوس بيحاول بقى في
بنشوف الهجوم عنيف من ماركوس فريتس ودفاع قوي من مالونج. هيحاول يخلص في الاخر الهجوم بهجوم لكن خرجت. ماركوس فريتس وبيخلص مالون ساعتها الشوط اهو ساعته انه يخلص 9-7 10-7 لانه بدا يلعب بقى باسلوب اللي هو يخلص البونت في لقطتين من غير شوهات من غير ضربات من غير روح وهات. 11-7 هو عايز يورينا 4-11-7 على الارسال واثنين لا شيء ذات الخط الاحمر ذات الجدار الفني المنيع للصينيين من فتره طويله. يعني ده بقى بطل عالم مثلا وانج هاو بقى بطل عالم خلاص بقى نمره واحد لاعب ولاعبه مسجلين رسميا داخل الاتحاد الصيني لتنس طاوله. ف 80 مليون يعني قد تعداد الشعب المصري. دول مسجلين رسميا في الصين جوه ام ولا حاجه ما تعرفش حاطينه فين ويطلع مره واحده للبطولات وبطل. حاجه غريبه اتجهز فين ده؟ اتجهز فين وهم بيخليهم فترات طويله في القمه. واوروبا على استحياء 92 وكان بطل عالم في فتره اوائل التسعينات جننهم احد القامات العاليه مالناش دعوه بطوله بقى يطلع 170 165 اكل معين للمكسب عشان يعني يدي لنفسه حافز في الماتش. هات نشوف يعرف يعملها ولا لا. وادي النقطه الثانيه مالونج مباراته مع ميزو تاني الياباني. ادي هو شكله كده حدد له السبعه. كده ممكن بقى كده الراجل دخل في شو فرصه لفريتس انه يكسر له الموضوع. فرصه لفريتس خلص بيها لان اعتقد هيخلص اهو بالارسال واللعبه الواحده. الارسال واللعبه الواحده حضراتكم يعني استوعبوا بقى معانا الصوره دي. 11-7 هرب منه البونت اللي عمل فيه شو مالونج.